ممتاز التمرير في العمق، هذا لعب وجد او يوسف المساكني، التمرير يانيك لابومبا، يانيك نيانغ هكذا تمريره ممتازه من مساكني بصراحه. لابومبا قلت يانيك نيانغ هكذا يلقبه جمهور الترجي الرياضي التونسي، الهدف السابع عليه مع الترجي. يانيك ينتفض بعد صيام في الشوط الاول عن التهديف، يعني شوط الاهداف قلت ما بين هدف الاولمبي وهدف الترجي زوز دقائق فقط، في اربع دقائق لعب على المالكي، يرجع عليه يانيك نيانغ بعد تمرير يوسف المساكني. شوف يوسف المساكني قلت والقيمه الثابته لليو المساكني، يعني اللعب المتميز في تشكيل الترجي والتسديد بالرجل اليسرى ما يخلي حتى يعني مجيل للحار يوسف المساكني، والتمرير من يانيك. يانيك يتفجر لابومبا، قلت هذا هو مهاجم الترجي الرياضي التونسي. الترجي ينتفض، قيمة الكبار، تمريرة أخرى حاسمة من الترجي بصراحة، تمريرة حاسمة من يوسف المساكني. يوسف المساكني كان حاسم، والتغيير واحنا حكيناها في يعني نقولوا احنا في محله طويل. لا حكيناها احنا في ما بين الشوطين، قلنا يوسف المساكني باش يدخل باش يثبت باش يعطي تمريره اخرى، وهذه اللي صار. معناتها شوف يوسف المساكني مرتين يخرج ويعطي تمريره حاسم، معناتها كان واضح معناتها بصراحه. وهي حكينا في الشوط الاول على الاختيارات، كان الاختيار الانسب باش يتغير تو معطيات المباراه في دقيقتين. الترجي الرياضي التونسي يعني الفرق الكبرى تنتفض بسرعه، والفرق اللي عنده لاعبين في قيمه يوسف الهاتريك، لكن يانيك حب روحه ويوسف المساكني دعم نتيجه الترجي الرياضي التونسي، يخلص المباراه بالثلاثه. يعني لاعب الامتياز في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، زوز لمسات تأتي بزوز أهداف وهدف ثالث ما خيرج من هكا من لاعب الامتياز في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. قلت يخلص بالثلاث على الأولمبيا البيجي الترجي الرياضي التونسي عن طريق يوسف المساكني، هذا اللاعب المتألق ثلاث أهداف مقابل هدف، كان عكس هجمة جيد من هجوم الترجي الرياضي التونسي، يستغل فيه تقدم الاولمبي البيجي. يانيك نيانك يتصدي له قيس العمدوني، لكن في كره ثانيه هذه الاعاده، ممتاز المرور من يوسف المساكني اللي مر، يعني هو في انطلاق العمليه هو مع نهايه العمليه. بكل صراحه لاعب متميز يانيك نيانك، بحث على الهاتريك، بحث على ثلاثه اهداف في مباراه اليوم، يتالق قيس العمدوني، لكن ياتي من الخلف يوسف المساكني ويعطي الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي. قلت يضرب بقوة في هذا الشوط.